الجهة الجاهزة. هنا تلميذ للبوابة رقم 3. انطلاقة موفقة أعزاء الجمهور والحضور الكريم. تأخر لأحد الجياد الصدارة من وسط الجياد مع الجواد النجاشي، ومن الجهة الخارجية عزوز وديفيد ألن. محاولات من وسط الجياد مكابد، ومن الجهة الخارجية سدم كان بلو ستار والجواد الشعار الأصفر. في الترتيب الرابع نزال المهندس حسن علي عبد الملك وإدواردو بدرود. الصدارة مع الشعار الأزرق مروق ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني وتوماس لوكاسك بفارق الطولين عن الجواد. مكابد ملك مربط الهدفة والمعتصم لبلوشي. الترتيب الثالث ماركو كازمنتو وتلميذ خليفة بن إشعيل بن خليفة الكواري. الترتيب الخامس نشاهد بلوس ستار السادم قرن وكارلوس هنريك. في الترتيب الخامس إعازات للجواد نجاشي. وفي الترتيب السادس نشاهد الجواد نزال. ومن الجهة الخلفية إعازات ومحاولات للحاق حردان السيد عبد الله بن محمد بن عبد الله العطية وفالح بغني اتجاها إلى المنعطف الأخير ونقطة 600 متر. الصدارة لا تزال مع مروق في وضع اليد. تعطى الإعازات والقادم تلميذ. تلميذ في محاولة للحاق وبلوستر من الجهة الخارجية. مكابد يبحث عن فجوة والقادم بلوستر. تلميذ يحضر الدرس. تلميذ في صدارة ملك السيد خليفة بن إشعيل الكواري ومحاولات لبلوستر. بلوستر أم تلميذ؟ بلوستر ينجح في خطف الصدارة للسادة أمقر. الوصافة حتى الآن مع الجواد تلميذ، والترتيب الثالث مع الجواد مكابد. مبروك. And the official results for the first race of the day. The winner, horse number 15, Blue Star, owned by Amgan, trained by Alban Demille, ridden by Carlos Enrique. Second horse number 14, Tilmid, owned by Khalifa Michelle Al-Kawari, trained by Julian Smart, ridden by Marco Casamento. Third horse number 3, Mukhabid, owned by the Al-Hedfa Stud, trained by Bedra Belushi, ridden by Al-Matasim Al-Belushi. Fourth horse number 11, Nahab El Naif, owned by El Naif Racing, trained by Georgina Ward, ridden by Alberto Sana. And in fifth place, horse number 13, Taoun, owned by the India Stud, trained by Zahir Mohsin, ridden by Maxime Guillaume.